كما تشاهدون الشارع ممتلئ عن آخره بفرق الحدوس والعلاوي والركادة وكل الفرق الموسيقية والفنية الفولكلورية التي تنهل من التراث المغربي الأصيل، من الحضارة المتجدرة، من التنوع الثقافي والتراثي. تشاهدونها تتمثل جلية في هذه الزخرفة الفنية الفريدة. نشاهد هنا فرقة تلسينت المشاركة في هذه الدورة العاشرة من مهرجان تفرنت للثقافة الأمازيغية، تتميز وتتألق بحركاتها الفولكلورية الفريدة من نوعها. تلسينت إقليم أو جهة فيقيق بوعرفة. تلاحظون معنا سيداتي أنستي سادتي المشاهدين هذا التنوع، هذه الزكرشة، هذه الزخرفة من الألوان والحركات المتميزة الفريدة من نوعها في تناسق تام مع إيقاعات الموسيقية التي يؤديها المقدم. هذه الفرقة أيضا من تلسينت تتميز بشكل رائع بهذه الحركات، حركات ذات دلالة ومعنى عميقين في المخيال الأمازيغي الشعبي. بني ملال
هذا اللباس التقليدي الأمازيغي الأصيل كما ترونه، ذكرشاته ومجوهراته المتنوعة تؤدي وتؤلق هذا المشهد الأمازيغي الفولكلوري الشجي. تشاهدون هنا فرقة مشاركة من قلعة مقونة، يعني من قلب الأقاليم الجنوبية، شدت الرحال وأتت أو أبت إلى أن تشارك في هذا المهرجان الثقافي المتميز ببلدة دبدو إقليم توريرت. يمكن لهذه المهرجانات أن تشكل حافزا ومساهما مهما في ترسيخ وتجديد هذه الثقافة الأمازيغية في أذهان الأجيال الصاعدة، خصوصا مع ما تعرفه هذه الفترة من تصاعد لموجات العولمة، وبالتالي فإن ترسيخ وإحياء مثل هذه الثقافة يكون له أثر إيجابي كبير على الأجيال الصاعدة في تشبثها بالثقافة والمكون الهوياتي المغربي والحضاري المغربي. كما تشاهدون لوحات فولكلورية متميزة تؤكد هذا الفضاء.